تركيا كنشوفوا النتيجة كيفاش 2002 المدخل الزعيم واللي راه كانت فيها الانفلاسيون طايحة ودابا النتيجة ديال الليرة كيفاش حالتها وسد على راسو العالم هذا النموذج اللي كيفتخروا به. إذا واش حنا باغيين أخوات والإخوان الشباب أنا ماشي مشكل باش ترجع الثقة في العمل السياسي أو ترجع الثقة في المؤسسات لأن كاين اللي كضمن لها جلالة الملك نصره الله والضامن ديال هذه المؤسسات أن المعركة هي معركة مشروعين مجتمعين مشروع ديالنا اللي كندافعوا عليه كمغاربة كاملين واللي عشنا فيه وكبرنا ومشروع آخر دخيل كيحمل واحد العنوان ديال القومية اللي كان دا في الستينات وما نجحش وتبعته بلا باش ما نذكرش التاريخ راه كلكم كتعرفوا التاريخ اليوم كنعملوه بصيغة أخرى. إذا كانت الشعوب المتطورة والشعوب المتقدمة تفتخر بالنجاحات تفتخر بنجاح السياسي تفتخر بنجاح الرياضي تفتخر بالنجاح ثقافي مثقف كبير كيمثل البلاد رياضي كبير كيربح ميدالية سياسي كيكون قدم مشروع تفتخر كذلك بالنجاحات الاقتصادية أن المقاولات الوطنية لما كتطلع كيفتخر بها لما كنشوفوا الرئيس الفرنسي يتنقل ومع الكاكارون في الطائرة وكيمشي كيفتخر بهم في الدول الأخرى وغير ذلك احنا جينا كنحطموا في الاقتصاد ديالنا كنحطموا النجاحات ديالنا بمعنى ماذا؟ التشكيك في المؤسسات السياسية التشكيك في الأحزاب البرلمان التشكيك في الاقتصاد الوطني التشكيك في العمل الجمعوي التشكيك في الجماعات الترابية ولا حديث إلا عند هذا ما مزيانش وهذا 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 ما يصلحش وهذا ما يصلحش لماذا؟ خصهم يخربوا البلاد. إذا وصلت للنتيجة بغاو يخربوا البلاد باش يسهل لهم أنه يوضعوا يدهم على البلاد ناسين بأن البلاد عندها 14 قرن أن هذه البلاد فيها الأولياء الصالحين أن هذه البلاد فيها التجمعيات والتجمعيين اللي ما يخليهمش تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.